عاد ناجي مسعود إلى شرفة منزله في حي مارم خايل بالقرب من مرفأ بيروت لارتشاف قهوته كالمعتاد. قبل عامين دوى الانفجار في المدينة وقلب منزله رأسا على عقب. نتذكر مع ناجي لقاءنا به صبيحة 5 أغسطس. سمعنا صوت دوي قوي كتير وما عاد شفت شيء أنا لأنه كنت قاعد على البلكون وطلع الانفجار وقلب كل شيء علي، حتى الخزانة اللي بقلب الأوضة صارت برا. منطقة تغيرت كتير، الناس اللي كانوا بالبيوت أغلبيتهم ما رجعوا لأنه بعد ما رمموا بيوتهم كلها ورا هالانفجار، صاروا فقرة، صرنا كلنا فقرة. مش هناك في ناس ما قدروا يكفوا الترميم. أنا ولا ممكن نقدر أترك بيتي، مش أنا وحدي، أنا ومرتي وابني. انفجار بيروت حول منازل المنطقة المحيطة بالعنبر رقم 12 إلى منازل بلا أبواب وبلا جدران يسكنها الموت والقلق والخوف. الصورة اليوم من نافذة منزل ناجي مسعود تبدلت قليلة، فالناس يعملون يومياً على محو آثار الدمار وترميم ممتلكاتهم. بيروت لم تعد كما كانت قبل الانفجار. مر عمان وبيروت غارقة في الأزمات والانهيارات، تنتظر عدالة معرقلة وفرصة جديدة للقيامة من القعر كما يصفها سكانها. تناثرت أعداد صحيفة النهار اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، كما تناثر الزجاج من مكاتبها. أنا ما فلت منيح منها، أنا جيت اليوم قبل كل العالم، جيت على مكتبي لحتى أكمل شغلي مثل ما قلت. التقينا محمود بعد سنتين على الانفجار ليخبرنا عن بيروت كما يراها اليوم. كل الناس بعدها جزء من انفجار 4 آب، هيدا التروما والشعور بالخوف بعده ما خلص. عدا عن ذلك بتلاقي معالم المدينة بعدها بتحسها مأثرة بهذا الانفجار، تداعيات انفجار 4 آب بعدها ما خلصت، وبتصور بدنا وقت كتير لننسى عصف الانفجار، لننسى صوته، ننسى كل شيء حوالينا تدمر. بعد سنتين تلملم بيروت أجزاء منها قطعة قطعة، علها تستعيد شيئا من روحها المكسورة التي فقدتها في 4 أغسطس، كما يقول كثير من اللبنانيين. سلمان العندار، سكاي نيوز عربية، بيروت.